يعطيكم العافية حبايبي. اليوم بدنا نعمل مراجعة للصور، التحدي الثاني من تحدي 30 صورة، ألا وهي تفاحة بستايل الأبيض والأسود. بدي أحاول أعمل أنه أعمل مراجعة لكل الصور بأسرع وقت بقدر عليه، حتى ما يكون الفيديو طويل وحتى الناس كمان تستفيد. فرح تكون ملاحظاتي سريعة أوكي، وعلى كل صورة يمكن دقيقة أو دقيقتين، وأمشي أسرع من المرة الماضية. فنبلش بهاي بأول صورة جميلة جدا، خليني بس أعزلها عن البقية على السريع. طيب هيك، هاي الصورة ممتازة، اختصاصها جميل، بس بدنا ننتبه لشغلة إنه أنت الفراغ اللي هون ما إله داعي، مش عارف ما إله داعي. لا الصورة متوازنة، ممكن لو قصناها نجرب زي هيك، نخلي التركيز على التفاحة أكثر. شايفين يعني هي قبل، خليني أعيدها، وهي بعد. الفراغ اللي فوق ما كان إله داعي إلا إذا بدك تحط عنوان التفاحة أو أي إشي، عرفت يعني المنطقة الفاضية هاي بيكون إلها سبب، أو إنها توازن منطقة فاضية من الجهة الثانية، هاي هي الفكرة. طيب هيك ممتاز، خلينا نمشي أسرع، نعطي ملاحظة واحدة على كل صورة. نشوف الصورة اللي بعدها، ممتازة، التركيز على التفاحة. بس بدي أعمل زوم هون، ممتاز، رش عليها شوية مي، تمام. هل عادة النصيحة إذا بدك تصور خلفية سودا سك، يفضل إنك تستخدم إضاءة واحدة بالمشهد وتكون على اليمين أو على اليسار، بسبب إنه تخلي في ظلال غامق على الجهة الثانية من التفاحة. فاللي بحكيه مثلا لو إجينا نصور هاي التفاحة، تخيل هاي أتوقع ضايب عليها ضوء من قدام لأنه ما في ظلال على التفاحة، مش شايف ظلالها، ظلالها على الداير، فالإضاءة قريبة كثير من الكاميرا بتكون. لكن لو خلينا الإضاءة من اليمين راح يصفي هاي الجهة من هون، سوري، راح تكون سودا زي هيك. فيفضل لما يكون عندك خلفية، خليني أحط على لاير لحال، يفضل لما يكون عندك خلفية سودا غامقة إنه أنت تخلي الإضاءة من جهة واحدة، حتى تصير التفاحة عليها ظلال من جهة وجهة مضوية، فتقريبا تطلع النتيجة زي هيك. خليني أجرب، تقريبا زي هيك لما يكون في خلفية سودا سك غامقة، فممكن نغمقها أكثر، تقريبا زي هيك، هاي هي الفكرة، تمام؟ بس هاي الملاحظة، الاختصاص ممتاز، أتوقع كل إشي ممتاز عليها، يعني ما في أي تعليق. نشوف اللي بعدها، ننتقل للي بعدها، هاي، إيش قصتها اللي هون؟ هاي كنترول صفر، تمام، حلوة، 3-5 تفاحات، ما في تعليق عليهم صراحة، الاختصاص، هلا صحيح. طيب يا ليو، لما بدي اجي اقص الصورة، هاي الفراغات على اليمين مساوي لليسار زي اللي حكيته امبارح للتقطير، بس هون بدك تعتبر انه عندك الظلال هي تعتبر عنصر، يعني الظل هذا له وزن بالصورة، عيني شايفيته. فصراحة بهاي الصورة تقريبا ممكن نحسب الفراغ من هون، سوري، فخلينا نجرب، يمكن كلامي يطلع غلط. هاي بدي اجرب اقصها، خلينا نشوف هيك، لا هيك يعني ممكن تحسبها، اتوقع والله الصورتين ممتازات، لأن هاي انا بعتبرها كلها كتلة واحدة، فبدي احسب الفراغ من هون وهون يكون متساوي. هذا في حال، لا يا ليو بتزبط اللي قبل، هذا في حال انا بدي اعطي اهميه للظل، يعني اذا له شكل معين بدي اعطيه اهميه، اما قبل كمان هاي متوازن، ما بدي ادقق كثير، يعني بس بدي اعطيها ملاحظه، ما بدي ادقق كثير. جرب انه كمان تعطي وزن للظل وتعطيه اهميه وتعتبره من الصوره لما تيجي تقص. نشوف الصوره اللي بعدها، اوكي، ايفون، في كتابة هون كأنه انا مش قادر اشوف، جوردن بي او بي، ما بعرف الكتابة، لانه الفوكس على الكتابة صراحة، والفوكس على التفاحة، والتفاحة اللي هون، صح، انا ما حددت شو التفاحة اللي بدك تصورها، تفاحة الايفون تعتبر تفاحة، ممتاز، الاختصاص هون ممتاز، بس بدنا ننتبه لشغلة كمان بالنسبة للفراغ، حبايبي بدكوا تعاملوا الفراغ زي كأنه عنصر من الصورة، هو يعتبر عنصر من عناصر التكوين. فهذا الفراغ اللي هون مزعج، ما له داعي، فلازم يكون لو حطيت الايفون على الواقف احسن شوي انه يعبي هذا الفراغ، او تكتب كلمات ما بعرف شو هي. فالفراغ يعتبر عنصر من عناصر التكوين، زيه زي النقطه زي الخط الى اخره، فبدك تعطيه كمان اهميه. هذا انا هيك ممتاز، الخلفيه فاتحه، الاضاءه ممتازه، ما اظن عليها حكي. هاي الصوره هلا شفناها، اوكي ننتقل لهاي الصوره. اوه ايش، بقول صفنت شو هذا المربع اللي هون، الكونترست هون جدا 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 عالي، مضيع تفاصيل. هاي الليفلز راح تلاحظوا انه الهيستوغرام كله على اليسار
هون طلعوا هاي المنطقة كثير سودة، فهي لازم نعطيها شوية تفاصيل لأنه ضايعة تفاصيل التفاحة، إلا إذا عندك سبب معين. بس حرام تكون هاي المنطقة فيش فيها معلومات كلها أسود، وهاي المنطقة كلها أبيض ما فيها معلومات ولا اللي ورا. يعني نادرا ما نستعمل هذا الستايل. أتوقع أن أنت عامل فلتر من الكاميرا، لأنه هاي النتيجة ما بتطلع من الكاميرا، مستحيل ترفض الكاميرا هذا الأمر، ترفض 100% أبيض و 100% أسود. ففلتر جميل بس مش دائما نستخدمه، حاول ما تضيع تفاصيل. أوكي، بس انت بلاي الشغلة من ناحية اختصاص على اليمين اليسار، والله انت ماخذين المعلومات صح من امبارح، الاختصاص جميل هون، ممتاز متوازن الصورة. نمشي على اللي بعدها، اتوقع هيك افضل لما امشي اسرع صح. التفاحة الفاسدة تفسد السليمة ايضا بجانبها، بس بدك تضيفي النقطتين اللي هون. ليه ما بتضيفوا اللوجوهات؟ انا ال دي اتوقع اللي هي لما ديزاين، فضيفوا اسماءكم مشان يبلش يطلع معي على الفيديو، لان انا مش عارف لمين هاي التصاميم او الصور. الناس هي علامات الترقيم هون الكوتيشن. تمام، انتبهوا هون للاختصاص، لاحظوا انه لو بدنا نطلع بس على التفاحة الفراغ اللي تحت اكبر بكثير من الفراغ اللي فوق، لكن احنا في عنا عنصر بالصورة اللي هو الكلام، فتقريبا الفراغ بنحسب من هون تقريبا مساوي للي فوق. ممتاز، لو رفعنا شوي هذا المستطيل الكلام، رفعناه شوي وبعدناه عن التفاحة، يعني لازم مش لازم، يفضل الفراغ اللي هون واللي هون واللي هون يكونوا كلهم متساويات. بس هاي الملاحظة، ما أتوقع في شيء ثاني أضيفه، مع أن الخلفية أفتح من التفاحة بس هي عنصر تركيز عادي ما في مشكلة. نشوف اللي بعدها على السريع. أوه، شو هالصورة هاي، هاي حلوة. بعيد وبكرر، هاي كسرة القاعدة اللي حكيتها مبارح، الخلفية أفتح بكثير من التفاحة، بس هنا معطي ستايل مخيف يعني بصراحة، يسلم ايديك رهيب الصورة. هون الظلال محسستني مع قطرات المي، محسستني انه الصورة هاي زي 300. This is Sparta. هذا يعني لما تشوف موديل بورتري او منتج الى اخره بتكون الجهة اللي من قدام ظلال بطريقة صحيحة، لانه في طريقة خاطئة، بطريقة صحيحة بتعطيك هذا المود الحاد المخيف. هاي ما عندي تعليق عليها، تعليق ايجابي يعني انه نجحت باستخدام الظلال بهاي الصورة، جميلة. بس هاي اكيد مش تفاحة مفرحة، بدنا ننتبه لهذه الشغلة، هذا الستايل مش مفرح، هذا ستايل مخيف او محزن، لو كي تقريبا. بالنسبة لهاي الصورة جميلة جدا، الإضاءات من يعني هاي تعتبر باك لايت تقريبا، ضوء من اليسار وضوء من اليمين، فكرة الشمعة هون. هاي إضاءة احترافية، هاي تقريبا تصوير استوديو، لأنه هاي تصوير كاميرا الخلفية out of focus، أتوقع عدسة 50 ملي الـ f1.8. مش عارف شو قصة إنه أنت عم بترشوا مي على التفاحة، أوكي إشي حلو إنكم يعني عم بتزيدوا على البروبس تاعونا. اشوف في تكمله للصوره، لا الصوره تقريبا مربعه. تمام، الاضاءه هون يعني جميله، انا شايفها جميله وممتازه كمان. وفكره الشمعه، لو ضفنا كتابه فوق مشان تعطي معنى اكبر للصوره، لانه هاي من الصور اللي بتعطي رساله، يعني انه التفاحه بتحرق حالها مشان تضوي للاخرين، او الشمعه تضيء نفسها او تشعل نفسها لتضيء للاخرين الى اخره. فجربوا تضيفوا كلمات، هذا إشي جديد، أنا عمري بحياتي ما عملت هاي الشغلة على فكرة، إنه عصوري أضيف كلمات. راح تتدرب على التصميم شوي شوي، فجربوها. لحد هسه ما حدش حاط اسمه على الصور، ماشي ماشي، جربوا حطوا أسماءكم، قووا قلبكم. أبل بعد حلوة حلوة. هذا الفونت، شفت الفونت هذا مبارح اللي هي الملعقة، لا مش كلمة تدخل بطن أو أبصر إيش، بس هذا الفونت الطري مش عارف، شفته مبارح أنا متأكد حافظه، الستايل الكتابة هذا جميل مضحك. يعني لو استخدمت فونت مثلا مايكروسوفت، هات خلينا نشوف كيف بيطلع الحكي، أبل مثلا، وهي أسود، خلي اللون، شوف الفرق، شوف الفونت شو بتعمل. هاي كلاسيك يعني، او بتبينها في جريدة يعني، تطلع الفرق بين هاي وهاي مثلا، هاي هيك، خليني امحيها على السريع.
تمام، فبدي تشوف انه الفونت بيعمل شغل، طلعوا الفرق. ابل بعد الفونت هذا هيك خفيف لطيف شغل كوميدي، اللي هون هذا شغل رسمي تمام، فعامل الفونت زي كأنه اوبجكت وإله خواصه وشكله وحوافه وهكذا. فهاي برجع بأكد عليها، اعطوا الفونت اهميته، الخط وشكله، ما تختاروا اي خط بيعجبكم خلص، كل صورة لها خط معين. فهاي عجبتني ابل بعد، حلوة جميلة الفكرة حلوة، بس الاختصاص بدي ارجع أأكد، الاختصاص لا، الفراغ اللي هون اكبر بكثير، بدنا نحسب الفراغ من هون، فهاي بدنا نقصها تقريبا، اذا بدنا نماثل الفراغ اللي هون تقريبا بدها تنقص لحد هون، هذا ما له داعي. فهنا جميلة حلوة، حلو تعملوا اشياء فني مضحكة بصوركم وتصاميمكم، بزيد التفاعل مع الناس على بروفايلكم، كنت تنتبهوا لهاي الشغلة حلوة، بس الكونترست تاعها قليل هاي الصورة، فورا عيني لقطت الكونترست، يعني بس افتح الليفلز الهيستوغرام اطلع شو راح يصير. كيف تعديلات؟ هي مبين الهيستوغرام هون فاضي، والسبب انه انت الاكسبوجر تاع الصورة قليل فلازم ترفع. فهلا شوف الفرق، بس ارفع الاضاءة شو راح يصير، هيك صح، وبدي اغمق الظلال شوي تمام. فهي قبل شايفين كيف الصورة باهتة، الكونترست قليل، وهي بعد هيك اصح، مش اصح هيك افضل شوي ممكن نحكي، لانه انت يمكن حاب هذاك الستايل، انت حر طبعا، بس بدنا ننتبه لشغلة انه اعطي اهمية للظلال او الهيستوغرام، خلي الهيستوغرام هو دليلك تمام. طلع الهيستوغرام هيك، صار من هون نبلش لهون، قبل كانت هاي المنطقة كلها فاضية، فحط هذا الاشي بعين الاعتبار. نشوف هاي الصورة حلو، ايش هاي معلق مش نقطها يعني. تمام، التركيز كله على التفاحة، الاختصاص استنى نشوف الصورة وين حوافها، مش مقصوصة صح، انتبه، يعني هاي الفراغ اللي هون أكبر بكثير من اللي هون. هلا ممكن إذا بدنا نمشي على قاعدة الثلث تخليها شوي لليمين أكثر، يعني زي هيك بمشي لك إياها، بس هاي خليها بالنص لأنه ما في إشي يوازن الصورة من اليسار أو اليمين، فخليها زي هيك تقريبا، بس خلي التفاحة على الثلث اللي تحت بتمشي، لأنه في جاذبية فبالتكوين بديش عقدكم بهاي الأشياء، بس إنه عادي تكون التفاحة لتحت مش ضروري بالنص، أنا آسف. فهيك أفضل شوي، عاد عن هيك ما في تعليق، الاختصاص بس كانت مشكلة الاختصاص، الصورة حلوة ما في شيء. هون أوه هون الاختصاص صحيح، أشوف ممتاز، الإضاءة الفكرة طالعة من الحيط أوكي. هاي كمان من الصور اللي لازم ينكتب عليها جملة، واحدة من الأشياء اللي كنت أتدرب عليها زمان إنك تحول أي جملة أو بيت شعر أو مثل شعبي لصورة، هذا إشي جدا حلو بيطور التفكير عندك. في تعليق ثاني؟ لا، خلفية أوكي أفتح من التفاحة، بس ما فيها تفاصيل الخلفية، فعادي هون بتمشي بتسلك. الهيستوغرام يمكن بس شوي الأشياء السوداء ممكن أغمقها، هات هنشوف، لا ما في داعي، أنا شايفه ممتاز والله قبل بعد، بس كانت بدها شوية كونترست، بس لا ما بتأثر عادي. نشوف اللي بعدها هون، تمام، بس هاي تعتبر عنصر ممنوع تنقص، يعني تقريبا هي طالعة بالصورة. الفكرة هاي تعتبر زينة مش تفاحة، فيا بتقصها كلها، يعني خلينا نقص الصورة نشوف الاقتصاص صحيح، خلينا امشي لكم اياها، يا بتقصها كلها زي هيك اوكي وبتعطي التركيز للتفاحة، خلينا نجرب نقصها بهذا الشكل تمام، او بتظهرها كلها. لا حتى هون حرام تنقص، هاي بين عنصر رئيسي مع التفاحة، لازم تزيحها أكثر، يعني لازم تعطيها شوية فراغ لهون، وبدك تنتبه لشغلة إنه ما أخذها من الصورة نفس حجم التفاحة، فهاي الشغلة بدنا ننتبه لها، يعني هاي تقريبا حجمها نفس التفاحة، فلا ما بزبط، أنت لازم تخلي التفاحة أكبر إشي بالصورة لأنه هي عنصر التركيز، إحنا هدفنا نصور التفاحة بالأبيض والأسود. نشوف الصورة اللي بعدها تقريبا زي هيك اوكي، يعني هون التفاحتين بس انه معبيات الصورة، بس لسه بدنا نعطيها شوية فراغ، طلعوا هون الاختصاص وهون على الحفة بالضبط، لا بدك تعطيها شوية فراغ هون وهون، يعني كثير هذا الاشي بضايق بالصورة انها تكون كثير على الحواف، فبدك توسعها شوي. اوه ايش هاي الصورة تحت جميلة جميلة جدا، ايش حافر بايده التفاحة، جميل جميل، بس ليش هيك مبكسلة خربانة،
شكلك منزل الصورة من الواتساب بعدين رفعها انستغرام، لأنه هيها مبكسلة خربانة كثير الصورة الكواليتي تاعتها. هاي بتكون انت منزلها من فيسبوك بعدين رافعها على الانستغرام، فبدك تنتبه لهي الشغلة. او منزلها من واتساب، يعني مش منزلها من الكاميرا، منزلها من تطبيق بعدين رافعها على الانستغرام، فبدك تنتبه لهي الشغلة. ايش التطبيق اللي معدل عليه؟ في تطبيقات بتخرب. انا بنصح بالتطبيق ادوبي لايت روم عشان بعدل على الصورة وما بيخرب جودتها، فهاي انتبهوا عليها الشغلة. بالنسبة للاقتصاص، هلا هون اذا بدنا نعمل صورة مزعجة بافلام الرعب الاخري، ممكن انك تقص على الحفة، يعني انت هدفك تعمل صورة مزعجة، فممكن تقص هيك على الحفة، انت فاهم، بتصير الصورة مزعجة بزيادة، انت هذا هو هدفك. فهون ممكن نعمل انه الاقتصاص على الحفة بالضبط. خطأ، تمام، هيك تمام وضعنا. نتأكد هلا بس من شغلة واحدة، يفضل اذا بدك تعمل اشي مخيف او مرعب يكون الخلفية غامقة، وكمان تكون الاضاءة على التفاحة من الجنب وهاي الجهة تكون كلها سودة زي ما عملنا باول تفاحة تقريبا. هاي الظلال بتعطي مشهد مخيف اكثر، او لو كي بنسميه احنا. نشوف اللي بعدها. انا التفاحة الفاسدة قادمة اليكم. اوكي، بس بدنا ننتبه هنا اللوجو في مشكلة، او حتى الكتابة معمول لها يعني مطينها مط، بدك تنتبه حبيبي. يعني كيف بدي افرجيك انها مطوطة، لازم افرج اشي قدامك السريع. انه انت اخذت التفاحة مثلا هاي، ولما اجيت تركبها على صورة ثانية مطيتها، يعني عملت فيها زي هيك خربت. هيو هذا نفس الاشي اللي صاير تحت. فدائما لما بدك تكبر اشي من صورة حاول تكبره وتصغره، لكن تظل ابعاده متساوية، يعني ما تمطه بالعرض او بالطول تخرب. واتوقع نفس الاشي بالتكست. هلا عاد عن هيك مكان التكست غير صحيح، يعني نعتبر انه هو مش موجود اللي هون. هات افضيه على السريع. نعتبر انه الصورة عندي هذا التكست كله مش موجود، هاي انا بس درسم فوقي على السريع. ف زي ما حكيت النص او اي شيء بدك تضيفه بالصورة، حتى الفراغ، تخيل بدك تضيف فراغ، حتى الفراغ يعتبر عنصر، فبدك تحسب له وزن بالصورة. فانا اذا بدي اضيف نص ما بزبط اضيفه هون صراحة، راح يخرب توازن الصورة، لانه هون هي من هون فاضية، من الجهة اليسار فاضية، فهيك راح يخرب الصورة. فهذا الشيء بدكم تنتبهوا له. طب يلي وين ممكن اضيفها؟ ممكن انه انت تقص الصورة زي هيك، ثواني، ممكن انه انت تقص الصورة بهذا الشكل، بحيث انه لما تيجي تكتب هيك تتوازن معك. يعني هون بقدر انا اكتب اللي بدي اياه وبتطلع الصورة متوازنة شوي. هان حلو، حطوا اسماءكم. هاي رجعنا كمان مرة لهلا او حلا، يا ريت تبعثيها على انستغرام ايش اللفظ الصحيح، لانه هاي ثاني مرة بلفظ الاسم. الكونتراست قليل كثير، لما بدك تعطي مشهد فيه ظلال معتمة وخلفيه سودا وكذا، بدك الظلال تكون غامقة سودا بدك اياها تكون. فهون لو افتح الانستغرام، طلعوا الانستغرام عندي هون تعبان، لازم اقرب الفواتح والغوامق زي هيك، فهي قبل وهي بعد، تمام. بدنا ننتبه لهذه الشغلة. طب يا ليو عادي، هذا الفلتر انا حابه حلو، تمام، ما عندي مشكلة يكون انه ستايلك حلو، بس مرات بدك سبب انه انا ليش دخل الصورة الكونترست تاعها قليل زي هيك. ممكن تصوير بالصحراء، هلا بالضباب هو بقلل الكونترست اصلا، يعني واحد من الاسباب، بس يفضل انك ترجع تصححها. اذا بدك مشهد مخيف حلو يكون في ظلال غامقة سودة، يعني تطلعوا هاي قبل وهي بعد، لانه مع الدخن والخلفية السودة والظلال على التفاحة هذا مشهد مخيف يعتبر نوعا ما. نشوف الصورة الاخيرة، هاي ممتازة، بس الكونترست بده تعديل كمان مرة، هي الهستوغرام فاضي من هون. طيب يا ليو كيف تعرف؟ هي مع التدريب خلاص عينك تلقط فورا. انا يعني بعد سنين لعيني لقطت هذا الاشي، انا عارف انه قدامكم. طيب ليو كيف عرف؟ هي بس مع التدريب، ولاني كل يوم بشوف صور، وهيني مع التحدي 30 صورة كل يوم، عم بشوف 30 صورة كل يوم تقريبا، فعيني فورا تلقط انه في خطأ بالاضاءة، تمام. طيب يا ليو انا كيف بدي اعرف كشخص مبتدئ؟ افتح الانستغرام حبيبي فورا. الانستغرام على الفوتوشوب تقدر عن طريق كنترول ال ليفلز، بفرجيك الانستغرام وبفرجيك انه هاي المنطقه فاضيه، او عن طريق الكاميرا في خيار الانستغرام بيطلع معك.
لكن بشكل عام القاعدة بتحكي إنه لازم الانستغرام يبلش من هون ويسكر على الآخر، يعني مش حلو يكون فيه منطقة فاضية. هاي قاعدة عامة إحنا بنحكي، مش كل إشي بزبط عليها القاعدة. من ناحية اختصاص ممتاز هون الفراغ على اليمين، شوي كان لازم تقصها صراحة، يعني هذا اللي هون كان لازم يروح، شوف زي هيك، مشان الفراغ اللي على اليمين الفراغ اللي على اليمين وعلى اليسار يكون متساوي. الفراغ من تحت ممتاز، من فوق ممتاز، جميلة. بس بهاي الحالة بما أنه الخلفية فيها شوية تفاصيل، يفضل لو كانت التفاحة أفتح من الخلفية، يعني لو نقيت قماش أغمق من التفاحة. نكمل هلأ بالنسبة لهاي الصورة، كمان نفس الإشي، فيها مشكلة بالكونتراست بالإضاءة. لو أفتح الانستغرام هي شايفين فاضي من هون، فلازم أزبط الإضاءة عليها. عادة هاي بتكون مشكلة فلتر أو أنت نفسك على الكاميرا لما جيت تصور، إعدادات الكاميرا لازم ترفعها شوي مشان تزيد الإضاءة، بس بدك تنتبه لهاي الشغلة. كيف بدي أعرف ياليو إذا ما عندي هيستوغرام على الكاميرا مش عارف أطلعه؟ ابعث لي على الانستغرام، رن الفيديو بقدر أفرجيك وين على كاميرتك يبين، أو اتبع في عندك اللي هو بدناش نحكي اسمه، في عندك إشي عليه أرقام اللي هو 0 1 2، وعندك هنا -1 -2 لحد -3، تمام؟ هذا له اسم. الفكرة انه انت حاول المؤشر تاعك يكون على الصفر، هاي هي فكرته. فهذا بيعطيك من قياس الاضاءة انه لا تكون الصورة اقل، يعني بتكون -1 يعني ناقصها اضاءة، او تكون +1 يعني زايدة اضاءة. هذا بنسميه light meter، مقياس الضوء، اوكي، بالكاميرا. فهذا موجود على كل كاميرات الكانون على الواجهة، فهي هي فكرته، هذا هو استخدامه حبيبي. فمشان تتبوا لهذه الشغلة، انه انا كيف بدي اعرف اذا ما عندي هيستوغرام على الصورة، امشي على اللايت ميتر جرب، هيك بيعطيك الاضاءة بشكل اصح. صورة حزينة تمام، الخلفية سودة، التركيز على التفاحة ممتاز، جميلة. هاي تقريبا نفس المبدأ، خلفية سودة، التركيز على التفاحة، الاختصاص صحيح، هاي كمان ممتازة ما فيها اشي. قطرات المي مش مبينة لأن التفاحة فاتحة والإضاءة كمان ناعمة، أتوقع أنه شباك أو ضوء كثير كبير، بس هون في انعكاسات نقط، هاي ضوء السقف. لما تيجي تصوروا باستخدام إضاءة الشمس الطبيعية حاولوا تطفوا السقف، هاي واحدة من الأخطاء البسيطة اللي ممكن توقع فيها. ما شاء الله في اسم ها، بس هون خلي الاسم واضح مشان نعرف مين المصور. ممتازة، فكرة رهيبة، everyone has a dream، الجميع لديه حلم. الصورة متوازنة، في عنا هون إطار، أوكي، بعدين هون، بعدين في عنا عنصر أبيض هون، عنا عنصر فاتح شوي أسود، وعنا نص هون. صورة جميلة متوازنة بشكل غريب، لأنه هون في فراغ كثير كبير، كثير كبير هذا الفراغ ما له داعي. نقدر نقص الصورة يليه، يعني لو قصناها زي هيك ما راح يبين في مراية، إذا قصناها يعني لو قصناها بس زي هيك ما راح يبين في مراية، راح يبين بس إنه تفاحة واقفة قدام ال قدام ل قدام إشي، يعني مش مراية ولا قصة، فهاي ما بنقدر نستخدمها. طب شو الحل يليه؟ لو جبت مراية أصغر، جيب المراية هاي المدورة، سوري بس دخل الخلفية سودة، جيب المراية المدورة أو مراية كثير صغيرة، لأنه حرام في فراغ كثير كبير، فأنت لو نقلت الكلام لهاي الجهة أفضل شوي بيكون للصورة، لما يكون هون وهيك بتعبي الصورة بالتابلت بالتفاحة. بس المبدأ جميل جميل، يعني في قصة عبرة. هاي الأشياء اللي بدي تتدرب عليها، حلوة الفكرة إنه أنت تضيف هيك جملة أو قصة وتحولها لصورة، هاي كثير حلوة بتكون. طيب نشوف هاي الصورة، بسيطة جميلة، لكن الاختصاص بدنا ننتبه انه انت اوكي الفراغ متساوي من فوق ومن تحت، بس هذا الانعكاس يعتبر عنصر ثاني، كانت تفاحة ثانية، فيفضل لو كان الاختصاص بالتساوي تقريبا بالنص زي هيك وشوية فراغ من تحت. نجرب هذا الاشي، هل تعتبر هاي الصورة غلط يا ليو؟ لا، ممكن نصلحها عن طريق انه نخلي الانعكاس هيك من تحت مختفي، خليني اقلبه اسود من هون، تمام، بيض درجات عنا بالحارة تقريبا زي هيك، هيك احسن، تمام، هيك بخلي التركيز على التفاحة لما اخلي الانعكاس بالاسود. فهاي هي الفكرة اللي بدي تنتبهوا لها. هذا انا هيك ممتاز. هاي اللي بعدها، ليش هيك الصورة، هات نكبرها شوي،
صورك هو صغير عم تنزل على انستغرام. الكونتراست نفس الشيء التباين، بس خليني اضيف خلفية سوداء. الصورة فيش فيها تباين. هلا بس افتح الانستغرام زي ما حكيت لكم كيف يلي عرفت، هي بس خبرة وتجربة. يعني اول شيء بقدر احكي لك عنه اللي هو الظل مش اسود ولا الاشياء الفاتحة ابيض 100%، فهي بدها تصحيح انستغرام. هلا بس افتح الليفلز، طلعها يا فاضي اللي هون، بدك ترفع من هون وبدك تزيد الغوامق كمان. فهي قبل شوف الصورة بتحسها باهتة ميتة، وهي بعد تمام. بالنسبة هاي الابيض اللي هون انا بحكي عنه صار ابيض 100% فورا، اخذ دلالة من هون هي، والظلال صارت سوداء غامقة. هاي هي معناها انك تزيد تباين الصورة او تزيد الكونتراست التباين، هاي هي فكرته. طيب تفاحة، بس انا مش عارف شو هذا العنصر، ما اخذ الصورة ككل وهذا الاشي نفس الاشي، فهذول ماخذين الصورة اكثر من التفاحة لانه قدام. حاول انك تخليهم ورا او انك تلغيهم من الصورة، تخليهم اغمق، لانه لاحظ انه هون اضاءتهم اكثر من العنصر الرئيسي، فبدنا ننتبه لهاي الشغلة. الا اذا انت لك دلالة مثلا انه هاي قشرة التفاحة وانه الانسان ببدل جلده، ما بعرف، لكن بهاي الصورة التركيز هون اكثر من التفاحة. جميلة بسيطة، تفاحة بالايد بس غامقة اكثر من الخلفية. لو كان الحيط ابيض كان ممكن يكون التركيز على التفاحة اكثر، بس هون ضايع التفاصيل، يعني التركيز على الايد اكثر. ممكن لو فتحناها شوي او نقينا التفاحة لون افتح يكون افضل. الاقتصاص صحيح ممتاز، مش سوء المايل الصورة، الصورة مش مايلة سوري. اوت اوف فوكس، هاي تصوير كاميرا مش تليفون، ما بطلع من التليفون هيك نتيجة الا اذا كان افكت. لا اتوقع انه هاي كاميرا وزوم كمان، عدسة 50 بتجيب هيك والله ممكن، اتوقع انه 50 ملي هون. هاي بدها كونتراست، لا هاي لاحظوا هون الظلال سودة كثير والاشياء الفاتحة كثير، يمكن بدها شوية كونتراست لانه الفاتح هيو مش ابيض 100%، هي قبل وبعد بس زدنا الفواتح. لا يعني ان الصورة خاطئة، هي بس بدها شوية مشان تبين التفاصيل. التركيز هون ممكن، والله الصورة جميلة. لاحظ انه هو قص كل التفاحة، يعني هو مش حاطة على الحواف، بصير مبين انه التركيز هون جميلة، ما عندي عليها اي مشاكل. يعني ايش هاي اللي تحتيها ليش مبينة؟ بالليرات سوري. شوف هاي الصورة، هاي كمان الكونتراست كثير قليل. هذا افكت اتوقع، مش طالع من الكاميرا، بس هاي ضوء شمس لانه بدنا نزيد شوي الفواتح والغوامق. هاي فيش ظلال بالصورة، فيش اسود، هاي قبل وهي بعد. ممكن اذا بدكم افكت يظل زي هيك يبين. هذا الافكت كمان نستخدمه مشان تبين الصورة عتيقة قديمة، فممكن تخلوه، ما اتوقع في مشكلة فيه. طيب بس بدي ننتبه لشغلة، هون انا مش عم بصور التفاحة، هون انا عم بصور طريقة تقطيع التفاح. يعني المفروض انه الصورة تكون زوم اكثر على البطل، يعني ممكن نخليها زي هيك. اوكي، يعني في عنا احنا اطار بالصورة، هذا بداية هيو اللوح، لكن في عناصر كثير بالصورة الصينية اكبر بكثير من التفاحة، اكبر بكثير من العنصر الرئيسي. للتذكير احنا عم نصور بوستر فيلم، وهي النجم الرئيسي للفيلم، ممنوع سيارته او بيته الى اخره تكون اكبر منه، انت هيك عم بتحاول تبيع بيته، فبدنا ننتبه لهي الشغلة. كيف ممكن نحلها؟ بس قص الصورة، خلينا ناخذ لها اقتصاص ثاني. مثلا احنا السكينة عنصر زيها زي التفاحة، نجرب زي هيك نقص الباقي. لا مش زاطية اليوم. طيب هيك ممكن، يعني بدنا نقص، خلينا ننقي تفاحة واحدة منهم تكون هي العنصر الرئيسي، خلينا ننقي هاي التفاحة، نجرب زي هيك ونقص البقية نشوف هيك بتزبط يا ليه. ممكن هيك صار في تركيز على التفاحة. في عنصر ثاني اللي هو السكينة، هون عند تفاحة ثنتين صارت زي إشارة القسمة. ممكن هيك صار في عنا مشهد فيه التفاحة والسكينة، صراحة هون السكينة هي البطل أو نجم الصورة أكثر من التفاحة، فبس بدنا ننتبه لهاي الشغلة. تمام، كونتراست نفس الاشي، بدكم تنتبهوا لموضوع الانستغرام حبايبي. انتوا عم تستخدموا فلاتر لكن مش عارفين ايش سببها، لازم يكون في سبب لما تخفف الهايلايتس والكونتراست بالاخر. هي ممتاز، فيها فوتوشوب هاي ولا كرتونة حقيقي. في فينيت من الصورة من هون وهون من جوا. اوكي حلو، التفاح ماخذ جزء من الصورة والايد،
يعني حتى التركيز على الإيد أكثر لأنه هي الإضاءة عليها وحجمها أكبر. لو كانت التفاحة مقربة أكثر ممكن نعمل زوم، ممكن. لا ممتاز، لا لا أتوقع أنه ممتاز يعني، والاختصاص ممتاز جميل، بس بدي تنتبه لموضوع الكونتراست. وغير هيك الفينيت هذا الأسود، الحواف اللي هون هاي اللي شايفينها السوداء هاي، هذا بنسميه فينيت. الفينيت لا يستخدم بهاي الحالات إلا إذا بدك تفرجي صورة حزينة أو خلفية غامقة باللوكي، يعني مشهد مخيف أو محزن. هذا تقريبا مشهد مفرح مع الخلفية الفاتحة، فما بزبط الفينيت. أو بهاي الحالة بيبين كأنه صورة ذاكرة ميموري. هون هاي نفس ستايل النوت الموسيقية مبارح على الملعقة، بس هون إيش الظل، لأنه أنت عندك إضاءة من التفاحة من اليمين وإضاءة من هون، فلازم يكون ظل هذيك الجهة وظل هون. هذا الظل إيش، تركيب فوتوشوب؟ هاي الظل اللي هون تحت، تمام. توقع هون في فوتوشوب، بس بدك تنتبه للظلال حبيبي، إنه مدام في عندك إضاءة جاي من جهة اليمين معناته في عندك ظل بده يكون هون، وفي عندك إضاءة من هون جاي من قدام التفاحة فظلها بده يكون لورا. إذا أنت مخطط إنه الظل يكون لهاي الجهة، صور التفاحة والضوء يكون عليها من ورا من هون مشان يمشي التصميم مع الظلال حبيبي. عاد عن هيك بسيطة، ستايل حلو ممتاز. هون بسيطة نفس الشيء، إيد ممتازة، ما في الخلفية أوكي أفتح من التفاحة، بس عاد التركيز عليها لأن الخلفية ما فيها تفاصيل. هون هاي الصورة جميلة أوكي، بس التفاحة مش بالنص. ليش مش بالنص؟ التفاحة أبدا مش بالنص، بدنا نص الصورة الاختصاص يعني، بدنا نخليها زي هيك، هيك أحسن تمام. هذا الجزء اللي كله اللي على اليسار هذا كله لازم ينشال من كف إيده، يعني تقريبا من هون هاي لهون الصورة، بس أشوف غير هيك هذا بده ينقص أيوة مشان تتنص الصورة. بالنسبة للإضاءة ممتازة، هات نشوف الهستوغرام تاعها، بس بده شوية هاي قبل بعد يعني ما فيها مشكلة. هون بدي ننتبه لما يكون عندك عنصر تركيز بالصورة زي التفاحة، ما تخلي أشياء قدام وتخرب عليه إلا إذا إلها معنى. هون ما إلها معنى، فخليها ورا أو إنها مقصوصة طالعة لكن مقصوص جزء منها، يعني زي هيك تقريبا طالعة من الفريم. وحتى بهاي الحالة ما بفضل، كمان يفضل إنه التفاحة تكون هي الكبيرة المسيطرة بالمشهد، والأشياء وراها أو قدامها لكن مقصوصة تكون. المايك بلش حك زي مبارح. نشوف الصورة اللي بعدها، أوه إسلام القواسم جميلة. إيش هاي الإضاءة من تحت؟ يعني حتى اللوجو يعتبر له وزن بالصورة، هو معطيه وزن حط له هيك. يعني تخيل الصورة لو ما إلها ما إلها لوجو، والصورة رح تكون فاضية من فوق ما إلها داعي تمام، لكن اللوجو أعطاها وزن أو وازن الصورة، فهيك أفضل أنا بالنسبة لي. لو كبرته شوي ما في مشكلة، بس حبيت أنه أنت مش حاطه هالقد، يعني موقع توقيع قد الدنيا زي المصورين اللي بحطوا اللوجو جنب وجه العريس بيكون أكبر من وجه العريس، فحلو هذا إشي راقي يعني. بالنسبة لهاي الصورة مستخدمين التقطير في الصورة، جميل جدا، هذا كثير حلو عجبني الموضوع. بس إيش هاي؟ مقصوصة التفاحة من هون، واقع إشي مع الورقة تمام. أتوقع بدها تظبيط هيستوغرام الكونتراست، هنشوف بس شوي من هون لأن في أشياء كثير غامقة وأشياء كثير فاتحة، فهي قبل هاي بعد بدها شوي بس. و في تعديلات ثانية بس الكونتراست ضبطناه، عاد عن هيك ممتاز. التنصيص ممتاز، الفراغات من الإطار لحد طرف التفاحة جميل جميل جميل. جميلة حبيت أنا، بس هاي كمان إلها معنى، لازم يعني لو زحت التفاحة والقطعة اللي منها على اليمين شوي وكتبت كتابة هون ممكن يطلع إشي أفضل شوي تمام. حلو تفاحة، هذا زي التحدي 30 صورة للنسخة الأولى، التفاحة مسمومة. هاي آية ستايل آية، آية أنت مش مصورة صورة جديدة، هاي من التحدي الماضي شكله صح. هاي هون الإيد مجروحة، هاي التفاحة المسمومة بتذكر هاي الصورة، ما عندي تعليق عليها. جميل، بس أنت عم بتضيعي جمالية الصورة بالزين اللي حواليه اللي هون، حاولي الزين تكون أصغر خفيفة. أنت هدفك تكون الصورة جميلة، فعبي الإطار خليه يكون أكبر أوكي، والزينة تكون إشي ثانوي بالخلفية بس. هذا هيك ممتازة،
الفراغات، السم النازل منها جميلة وحلو. هون الصورة، هون الكونتراست، هاي أتوقع أنتوا فورا لقطوا أنه الإضاءة هون خربانة. لو أفتح الهستوغرام واضح هاي بدها زيادة إضاءة زي هيك، ممكن نزيد الظلال شوي. فهي قبل وهي بعد، تمام؟ تفاحتين أبيض وأسود، خلفية غامقة، التركيز على التفاحة بسيط جدا. عندنا عنصرين هون بالصورة، فراغ على اليمين، فراغ على اليسار، فراغ كبير فوق، فراغ تحت. جميلة بسيطة، ما فيها تفاصيل كثير، ما عندي عليها أي تعليق. هون نشوف هاي الصورة، أوه هاي خلفية سودة. بدي أرجع أكد على هاي الشغلة، إذا بدك تصور خلفية سودة سك يفضل، هاي من خبرتي الشخصية، يفضل إنه العنصر يكون عليه ظلال غامقة. فلو أخذت له ضوء من على اليمين، لأنه هون مبين إن التفاحة مضوية من فوق بشكل مباشر، لكن لو ضويت على اليمين جزء منها راح يصفي عليه ظلال سودة. فجرب، بديش أقول لك بيطلع أفضل، بس جرب شوف الستارش راح يختلف معك. بس عد عن هيك حلو التفاصيل، الفوكس هون، الفوكس تمام عليها من النص، جميلة. اللي بعدها هون عندي هاي حلوة، التفاحة بالنص، يعني تطلع كيف الظلال هون سودة، هذا اللي أنا بحكي عنه. إذا بدك تصور خلفية أو مشهد غامق فيه ظلال غامقة، يفضل إنه جزء من العنصر التركيز أو الموديل إلى آخره يكون غامق كمان عشان يتماشى مع الخلفية. فهي جميلة، منصصة بالنص، في إطار هون مش واضح، إطار خفيف نحكي، بعدين التفاحة بالنص، ممتاز جميلة، تعملها معاملة الدائرة. شوف هاي الصورة، تفاحة يوميا تغنيك عن الطبيب، حلو. إيهاب زان، حلو، اكتب تحت آت إيهاب زان، وإذا بتقدر تشيل الأندرسكول تخليها نقطة وتكون بس أجمل من ناحية تصميم فقط يعني. ممتاز، تفاح يومياً، بس لاحظ هنا في عنصر كبير مغطي على التفاحة اللي هون، ما إله داعي صراحة. هون مباعد من بينهم، تمام. هون الكلام إله وزن، ماخذ شوي من الصورة، يعني في عنا هون كلمات، وعنا دائرة هون، بعدين دائرة هون، بعدين قوس هون أو نص دائرة. فيفضل لو هذا القوس لغيته، ما له داعي لأنه مسكر على العنصر الرئيسي من الصورة. وغير هيك أنا مش شايف مين التفاحة الرئيسية، هاي ولا هاي، يعني الثنتين مقصوصات، لأنه على الأقل يا الثنتين مبينات يا واحدة مقصوصة مش الثنتين. هون أوه حلوة القطرات المي مبينة، كم ضوء؟ 1 2 3 4 5 هاي ضاوى الغرفة كلها لأنه هي الشباك انعكاسه من وراء. هاي الطاولة أتوقع أنت صورت على طاولة أو أرضية بيضة أو إيش، هاي منطقة مضوية من برا، بعدين في عندك شباك ثاني بالغرفة، ضوء السقف وضوء ثاني من السقف. أنت عم بتصور بالصالون هون شكله، بالمطبخ، مطبخ بيكون فيه شباكين زي هيك ممكن، بس حاول تستخدم إضاءة واحدة وتسكر البقية، تطفيهم وتطفي الكهرباء وتعتمهم. حتى الأرضية العاكسة تعتبر مصدر إضاءة، بدك تنتبه لهذه الشغلة. بس هذا هيك جميل يعني، ما عندي تعليق عليها. إيش؟ صحيفة الزمن الجميل، أخبار محلية ودولية حلو. ندى الأخبار، أنا بحب الناس اللي بتأخذ ملاحظاتي والنقد تاعي. هاي كتبت اسمها مبارح ما عرفتها، أكيد مبارح يا ندى أنت اللي عملتي ستايل الأشياء بتذكرنا بالطفولة. ممتاز ممتاز، جميلة جميلة جدا، تصميم جميل وراقي فعلا، قديمة الصورة، يسلم إيديك. أب أوف 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 التفاح، استنى شوي، يعني اللي بدي يدخل بعالم تركيب ودمج الصور وعندي ما بزبطش تغلطي غلط. انت تطلع على المشهد، الاضاءة جاي من ورا من الشمس، انت ضاب التفاح من اليمين واليسار. هنا في سوفت بوكس مع ضوء شباك يمكن او عاكس ضوء ثاني، فانت لازم تصور التفاح يكون عليه اضاءة بس من هاي الجهة. ليش انا قلب معاي سكن اللون؟ لازم تصور التفاح يكون مضوي من هاي الجهة مشان يمشي مع الصورة بشكل صحيح، لانه هون مبين انه تركيب. هاي لازمكم استنوا دورة الفوتوشوب المتقدم، هيني عم بسجل فيها، بصبركوا علي. بس عاد عن هيك ممتاز. أب إذا قدرت تفتح البيت أكثر من الخلفية يفضل مشان يبين أكثر، واللوجو هنا ممتاز جميل، لكن لو قصينا الصورة يعني خلينا البيت والبلالين أو التفاح شوي لليمين
وكلمة up هون وبدنا عنصر ثالث هون يوازنها. ممكن بس انتبه لموضوع الإضاءة، فورا عيني لقطتها يعني. واختمها بآخر صورة an apple lifts you up، تفاحة ترفع. تمام بس هون فاضي. فأنا اللي بدي أعمله أنه أنا بدي أنقل النص أخليه على هاي الجهة من الصورة، فهاي an apple lifts you up. تمام. هلا غير موضوع الفونت، انت بدك تختاره، بدك فونت يليق بالصورة، لكن تخيلوا انه هون الكلام كان بدل ما كان هون. هاي خليني ألغي هاي الكلمات، وهي بدي أقلبه أسود أو أبيض مشان يكون غير عن الخلفية، نعمل تباين هيك منوازن الصورة. فصار عندي أنا بنفس الصورة زي ما حكينا عناصر هون على اليمين وعناصر على اليسار، غير انه الصورة نفسها كمان بدها تعديل اضاءة. انتبهوا هي الهستجرام مبين انه قليل، فلازم افتحها واغمق الخلفية ازيد الكونتراست. هي قبل هي بعد، في فلتر محطوط على الصورة مخربها. بس هاي الفكرة، بدي تعاملوا النص كأنه كتلة بصرية بالصورة وزيه زي التفاحة عادي. اتوقع هيك خلصنا، يعطيكم العافية. اعتذر، حاولت اسرع ما عندي اني اراجع كل الصور. اذا ما ظهرت صورتك للتاكيد لا يعني انه تم اقصائك، بس ابعث لي على انستغرام وانا بعطيك نقد شخصي خلال المسجات. شكرا لكم، لاني انا عم بتعلم منكم اكثر ما انتم بتتعلموا مني. حلو هاي التغذيه البصريه خصوصا الي، بتساعدني كمان كيف اتعامل مع الطلاب لبعدين وللمسابقات لبعدين، لانه هاي التحدي راح يتكرر كثير ان شاء الله. بدون اي تاخير نعلن عن التحدي القادم. نفس الاشي، احنا لساتنا بمرحلة الابيض والاسود، مطلوب منك انك تصور قلم كتابة، القلم اللي بتكتب فيه ان كان حبر رصاص بغض النظر بدك تصوره، لكن بستايل ابيض واسود. تمام حبايبي، يعطيكم العافية وبشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم بكرة. مع السلامة.